سفر الأمثال الأصحاح التاسع. الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة: من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا، ومن ينذر شريرا يكسب عيبا. لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك، اعطي حكيما فيكون اوفر حكمة، علم صديقا فيزداد علما. بدء الحكمة مخافة الرب، ومعرفة القدوس فهم. لانه بي تكثر ايامك وتزداد لك سن حياة. ان كنت حكيما فانت حكيم لنفسك، وان استهزأت فانت وحدك تتحمله. المرأة الجاهلة صخابة حمقاء ولا تدري شيئا، فتقعد عند باب بيتها على كرسي في اعالي المدينة لتنادي عابر السبيل المقومين طرقه: من هو جاهل فليمل الى هنا. والناقص الفهم تقول له: المياه المسروقة حلوة، وخبز الخفية لذيذ، ولا يعلم ان الاخيلة هناك، وان في اعماق الهاوية ضيوفها.